يعني نزار أشرف كل المدربين المحليين مدرب محلي حققوا نتائج أفضل من نعم. لو مدرب محلي قاد التصفيات الثانية النهائية لمنتخبنا الوطني كانت تأهلنا لكأس العالم؟ أنا لا أقول لأنه تحقيق ليس من المنطق ومن المعقول تدري أي. لكن أنا أقول لك بما لا يقبل الشك كان يحقق أفضل من ما حقق أدفوكات وكان حصل على مجموعة من النقاط أفضل بكثير من أدفوكات وكان كمل ما تبقى من المباريات بأفضل النتائج وأفضل النقاط ولربما كنا نكون قريبين قاب قوسين أو أدنى وإن شاء الله من أي مدرب محلي أي مدرب مهما كان من السوء يعني لا يظهر المنتخب العراقي بهذا السوء ولا يعبث بالمنتخب العراقي بهذا السوء ولا يعبث باستقراره ولا يعبث باستبعاد اللاعبين ولا يظهر المنتخب العراقي بهذه الصورة المشوشة طيب. ودليل انظر إلى كل مدربين انظر إلى المدرب المنتخب الوطني مع الأخ الكابتن راضي شنيشل رغم النتائج كيف كان يؤدي نتائجك جيدة وكنتائج غير حتى مع النتائج الغير جيدة كيف كان أداء المنتخب العراقي ومع الأخ الكابتن حكيم شاكر وحتى في فترتنا مهمة المنتخب ولا إحنا الحمد لله من 3 مباريات من 9 نقاط جبنا 7 من 9 نقاط جبنا 7 نقاط تعادل مع اليابان وفوز على تايلند بتايلند مو وفوز على الإمارات بعمان هسه هي المهم 7 نقاط من 9 طيب. احترام وتقدير لوجهات نظر الآخرين.